السلام عليكم. وعليكم السلام. عن سقسك لما نقول كلمه ديال شكرا. ايه الوالد اخا وليد الله يخليها. شنو الحاجات اللي عملتهم معك الوالده ديالك اللي تقدر تقول لها شكرا عليه؟ لا يحصى تقدرش حيتاش بزاف باش تزيد تحسبو ما يقدروش يتحسبو لك، حيتاش الوالده ديالك هي اول حاجه حملت بك 9 شهور، هذه هي الاول وتعذبت عليك وباش تقريك وباش هذيك باش تينا تكون احسن منهم احسن من والديك. واش فهمت؟ الدراري صحابك العائله ما تقولهمش شكرا؟ العائله نقول لها شكرا، الدراري بحق اول حاجه هي الام ديالي اخا اللي عندي عزيز. والوالد ديالك؟ حتى الوالد نقول له شكرا ولكن الام زايده شويه فهمت كما كيقولوا زايد الدوكري كثر. الله يرحمها. انا عاد كنت جيت من البحر دابا ما كانش عندي فهمتي، قلت لها زعما فهمتي الوالده عيطوا لي الدراري خصني نمشي للبحر وهادي، قالت لي اول حاجه واش عندك فلوس؟ قلت لها عندي واحد شويه، هي زادتني واحد مقدار الفلوس بس هنا تمشي مع صحابك قد فهمتي، ما تمشيش هنا ما تخليكش تحس بالنقص. ما خصكش ما تخليكش تحس بالنقص اخا. واخا دابا عاد تشوف كاميرا وعاد تقول للوالده ديالك شكرا ولا قول اللي بغيتي. شكرا للوالد الله يعافيك. وهما كاينين بعض الناس اللي ما عندهمش الامهات ديالهم فهمتي، خصك يحس حتى كتجي الامهات كيبدا يندم من هذا وصافي فهمتي. دابا الحمد لله الوالده ديالك باقي. الحمد لله يا ربي الله يطول الله يطولها في العمر حتى تفرح بك ان شاء الله. امين. ارحم والدك. شكرا بارك الله فيك. هذيك كلمة شكرا ماشي كلشي كيستاهل، بعد اول حاجة كاينين ناس محدودين، اول وحدين من بعد الله سبحانه وتعالى هما الوالدين. اول وحدة نبغي نقول لها كلمة شكرا وتسمح لي بحقها، واللي شادي نقول لك لما كانتش هي ما نكونوش حنايا، هذه حاجة باينة هي الأم ديالي الله يشافيها ويشافيها أمة سيدنا محمد أجمعين، والوالد ديالي تا هو نقولوا له شكرا ونطلبوا منه السماح يسمح لنا الا غلطنا في حقه. وهذه هي الهضره اخويا. شي ظروف اللي عاشوها اللي عاشوها معك الوالدين ديالك اللي تبصح تقول لهم شكرا؟ انا والوالد، الوالد لا عشنا ظروف عائليه اجتماعيه اقتصاديه كل شيء تكرفصوا ضروري الوالد هي اللي كاينه، هي اللي هزات بقبل بهبالي، هزات بحماقي، تدرس عقلي، تدرس بزاف ديال الحوايج، كبرت وقفت على رجلي كيوقف معاك دابا. يعني انت لاحظ راه مرة تقدر يكون عندها 11 ولد، وراه لما كان واحد اي واحد فيهم في الدار ناقص ما كاينش راه ما تنعش حتى يدخل داك ال 11 التالي، فهمتي كيفاش؟ حركة تلقى عندها واحد ولا كتلقى جوج مساكين راه الله يسمح لنا، راه باش داك الولادة تولد داك راه غير الولادة راه علميا من في السرور لقاوها كتساوي 40 كسرة. لما تقول كلمة شكرا اخويا الشكر اللي نقدمه هو للوالده ديالي. علاش تقدم لها الشكر؟ علاش بالضبط الوالده ديالك؟ هي اللي لقيتها في جميع الظروف دزت منها في حياتي، هي اللي لقيتها من غير الله والوالده. شنو هاد الظروف اللي دوزتي منها وجبرتي الوالده ديالك معك؟ بزاف، من السجن، من البطاله، بزاف د الحوايج. علاش السجن؟ كيفاش عاودنا؟ كان وقع لي مشكل، مثلا مشكل ماشي زعما شي مشكل بحال هكا، هي اللي لقيتها في جنبي، هي اللي وقفت معايا في كل شيء. العائله وكذا كل شيء. كاين الصحاب والعائله حيت عارف فيه الوالده والله. يعني الوالده هي اللي جبرتيها معك؟ هي اللي جبرتها. شني الرساله اللي تبغي توجه للام ديالك؟ والله يطول لها في عمرها اخويا، والله يطول لها في عمرها احسن في ولا داك الشيء اللي دارت معاه. الحقيقة ما عثرت لا شي كل شيء ولكن ما ردولهاش كل شيء، هذه حاجة باينة ردولها غير شوية. إلا كانت الوالدة ديالك كتشوف فيك دابا؟ إيوا كنشكرك أمي مسي وسمح لنا بزاف هادشي ما نقول. الله يعزك. شكرا بزاف. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا دير لي عن سقسك لما تبغي تقول شكرا. كنقدم شكرا أخي للوالدين، الوالدة ديالي أكثر، هي الوالدة ديالي أخي كتعطينا شي حوايج أكثر من ما يعطيوناش بنادم، من الرضا وشحال من حاجه اخي كتعاوننا وكتصبرنا في هذه البلاد هذه. يعني هي الوالده؟ هي الوالده اخويا، انا كنقدم لها التحيه ديالي من هذا المنبر هذا اخي. شنو الحاجات اللي كتعملوا معك الوالده ديالك اللي كتقول لها شكرا؟ كتصبرنا اخويا، كتعطينا الانرجي في هذه الحياه هذه. انا اخويا دابا مثلا دابا انا بالصنايعه ديالي ها انت كتشوف اخي، ولا اله الا بولونجي كنخدم في الحلويات والو اخويا ما جابش الله، وبغينا نخدموا انت كتشوف بصنا ديالنا وانا كندور اخويا لهاد. يعني ملي كتهضر مع الوالده كتفاجئ اخي ديالو، واخا تكون اخي هاز الجبل اخي ملي كتهضر مع الوالده كتقولك الله يرضي عليك صافي اخي، قدك الجبل كيتحيد اخي حق الله اخي.
والله يسمح لنا من الوالدين. كنحس بك باغي تمشي حاجه للوالد. والله يسمح لنا من الوالدين ونقول الله يسمح لنا من الوالد. هادشي اللي نقول اخي. شنو الظروف اللي عايش اللي عشتي مع الوالده ديالك اللي باش تقول لها شكرا؟ بزاف اخي هذا الشيء خصو نديرو شي قهوه ونهضروا اخي. هادشي راه الوالد راه ما كيتحدش اخي الهضره اخويا لي. ما كاينش اللي كيبغي لك الخير اخي مقد الوالدين ديالك. والله ما كاين اللي بغي لك الخير. شوف سقسي هذوك اللي ما عندهمش والديهم، هذوك هما اللي غادي يهضروا معاك ويعطوك الهضره ديال النيش. والله يسمح لنا من الوالدين اخي. اللهم امين. كانت الوالده ديالك كتشوف فيك دابا شنو غتقول؟ نقول لها الوالده يسمح لي بزاف. كنحس بك بحال اللي الدموع واقفين لك اخي. الوالده ديالي بعيده والوالده ديالي شي شويه عيانه والوالد ديالي حتى هو كبير. انا يا خويا داكشي راني اخويا راني مجروح بزاف في القلب ديالي. ما ينسيناش من بين اخويا. انا مجيت تازالي اخويا جيت بويبله. بويبله واه شنو جيت تسمي هنايا في طنجه؟ جيت اخويا نخدم على راسي اخي ما نكذبش عليك. الراجل بحال الفاس فيما مشى كيحفر. انا خدمه. الله يخلي لك الوالده والله يطول لها ربي في العمر تصفرها بك ان شاء الله. الله يحفظك اخويا. يرحم والديك. شكرا. بارك الله. وسمعونا اخويا الله يتوب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.